رغم تراجع نتائج سموحة في الدور الثاني وفقدان الفريق 11 نقطة في آخر 6 مواجهات بتعادله مع المحلة وخسارته أمام الثلاثي الجونة والإنتاج الحربي والاتحاد، لا زال الفريق يحتل قمة المجموعة الأولى ومرشح بقوة لبلوغ المربع الذهبي بفضل مجموعة نجومه وجهازه الفني بقيادة المتميز حمادة صدقي. صدقي الذي بدأ باللعب في صفوف المنيا ثم انتقل للأهلي عام 86 وحتى اعتزاله عام 93 وخاض مسيرة ولا أروع مع منتخب مصر طيلة حقبة الثمانينات. علي شحاتة، علي شحاتة بتتلعب ورا علي شحاتة، حمادة صدقي، حمادة صدقي بيغطي. بدأ مسيرته الحقيقية في حقل التدريب كمدرب مساعد مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاتة في الفترة من 2005 وحتى 2011، وأدى دوره على أكمل وجه وساهم في فوز المنتخب الوطني بالثلاثية التاريخية في كأس أمم إفريقيا. ثم وصل مسيرته التدريبية مع شوقي غريب في فريق سموحة كمدرب عام في الفترة من 2011 وحتى 2013، عندما رحل غريب لتدريب الإسماعيلي وأسندت إدارة سموحة له مهمة الرجل الأول. سموحة الذي بقي في دور الأضواء عند صعوده قبل 3 مواسم بقرار إداري ثم ناوش الكبار على استحياء في الموسم الماضي، صار مع مديره الفني الجديد أحد أفضل الأندية هذا الموسم، حيث يلعب الفريق كرة هجومية ممتعة داخل وخارج أرضه، وهو ما منحه الرقم القياسي على صعيد مرات الفوز ب10 انتصارات، 6 منها خارج الديار، وهو رقم يؤكد الشخصية القوية لمديره الفني ورغبته الكبيرة في المنافسة بقوة على لقب المسابقة هذا الموسم.